بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم، معكم إبراهيم محمود مرسي، استكمالا لسلسلة الشرح الـ ASC Timetable، التطبيق الخاص بعمل الجداول المدرسية الإلكترونية. عندنا النهاردة إجابة لسؤال ورد إلينا في تعليقات فيديو على اليوتيوب قناتنا اللي بندعوكم دايما للاشتراك بها. السؤال من عضو كريم يقول: لو سمحت، كيف نقوم بوضع مواعيد الفرص من أجل وضع حصص مزدوجة لا توجد بينها فرص؟ يعني السؤال تاني: لو سمحت، كيف نقوم بوضع مواعيد الفرص؟ أنا مش عارف إيه الفرص دي، ولكن أعتقد إنها يقصد بها يعني الفسحة، فترة الراحة. أنا تخيلت إنها ممكن تكون الحصص أو الفترات الدراسية، بس لما قرأت باقي السؤال: من أجل وضع حصص مزدوجة، هي فترات زواجية هي، لا يوجد بينها فرص. إيه الحصص المزدوجة هيكون مش موجود بينها؟ أكيد فسحة، يعني أنا متوقع كده يعني حسب فهمي للسؤال، ولو في تصحيح يعني أنتظر تصحيحكم أو يعني التعليق عليه، لأن أنا السؤال يعني حسب فهمي إن ديت معناها الفسحة أو فترة الراحة، اللي هي الفسحة اللي في منتصف اليوم الدراسي دي، أو لو في فسحتين أو غيره. طيب المهم هنحاول إن احنا يعني نعرض إجابة مقترحة للسؤال حسب فهمنا ليه كده. هنروح على التايم تيبل، تطبيق الـ ASC تايم تيبل، الجداول المدرسية الإلكترونية. عندنا ملف بسيط خالص اهوت، احنا مش هندخل في تعقيدات، ولكن عايزين نعرف احنا طبعا الفسحة بتاعتنا فين. هنا يوم الأحد مثلا 1 2 3 4، وبعدين في خط سميك صغير كده، ده الفسحة. يعني حتى لو رحنا على أي معلم كده اهوت وضغطنا على الجدول بتاعه، ماشي، ده الفسحة اهيت، المعلم اللي بعده اهوت، هكذا يعني. ولو رحنا للفصول، أي فصل، وضغطنا الجدول، برضو الفسحة معانا اهيت. لو لاحظت حضرتك هتلاقي الفترات الزوجية اهيت، عندي فترات زوجية وفي فترات فردية، ماشي. الفترات الزوجية يعني قبل الفسحة وبعد الفسحة، ولكن الفسحة لا تقطع الفترة الزوجية. تعال نروح نشوف فصل تاني كده، برضو فترتين زوجيتان، وبعدين هنا فترة زوجية اهيت او اتنين او كده، ماشي. الفسحة مش بتقطع الفترة الزوجية اهوت، نفس الكلام اهو، الفترات الزوجية منتظمة هنا وهنا، مع ان في فترات فردية. يعني هل الجدول كله فترات زوجية ولا في فردي؟ لا، في فردي، في اهوت فردي، بس لم يتم ادراجه يعني بحيث ان هو يلخبط المواد كده، او الفسحة تقطع الفترة الزوجية. احنا لو حطينا فترة فردية هنا يبقى الفترة الزوجية هتبقى الرابعة والخامسة مثلا، يعني ارجو ان السؤال يكون واضح يعني، ماشي. فاحنا ايه اللي بيخلينا، ايه الاعداد اللي موجود او عنصر التحكم، الخيار اللي موجود معانا في البرنامج التطبيق ده يخلينا يعني نتحكم في ان الفسحة ما تقطعش الفترة الزوجية؟ احنا تأكدنا ان عندنا فترات زوجية اهيت، بص كده، وفي فترات فردية اهي، دي فردية دي فردية، الكبيرة دي زوجية، تمام. طيب مواعيد المدرسة والفسحة اشوفها منين؟ اشوفها من المدرسة، من الصفحة الرئيسية المدرسة، او جدول الحصص، لا خيارات، وفي المدرسة كمان اهي، خلاص هي نفس المكان. وبعد كده هروح على الحصص اليوم، الدرس، إعادة تسمية الحصص. دي الحصص اللي عندي، الأولى التانية التالتة الرابعة، وعندي الفسحة اهي، أنا ضايف فسحة، ماشي، وبعدين 5 6 7 8. الفسحة دي أنا عايزها لا تقطع الفترات الزوجية، طبعا قبلها 4 حصص، يعني فترة زوجية وفترة زوجية، يعني 2 زوجي أو 4 فردي، وبعدها 4 فردي أو 2 زوجي، خلاص. طيب ايه الخيار اللي عندي اللي هقول له لو سمحت ما تقطعليش الفترة الزوجية بالفسحة؟ مش من هنا خالص، بس انا كنت بشوف بس المواعيد هنا والدنيا ماشية ازاي. اوكي، انا هروح على الرئيسية وبعدين هختار المواد او الفصول او الغرف الدراسية او المعلمون، اي واحدة في دولت، المهم اوصل منها للمواد، السهم ده يكون على المواد. اختار اي مادة، عشان طبعا انت ملاحظ هنا ان ده نوت اكتف اهوت، مش فعال المنطقة ديت، مفيش غير جديد بس. أول ما تضغط على أي مادة من المواد اللي هنا، أي مادة، هيحصل تنشيط للأزرار دي. هروح على القيود لأي مادة، وليكن العربي مثلا، هضغط على القيود هنا، فيه
يمكن أن يتخلل الحصص المزدوجة فترة راحة. الشيك بوكس بتاعها موجود؟ لا طبعا مش موجود، ما فيش شيك عليها، القيمة بتاعته صفر. ماشي، فلو حضرتك عاوز ان الفترة الزوجية الفسحة تقطعها عادي، يعني ما فيش مشكلة بالنسبة للعربي، تعمل ايه؟ تختار الشيك بوكس ده تشيك عليه، كده الفسحة هتقطع الفترة الزوجية بالنسبة للعربي. انا دلوقتي في اللغة العربية، هعمل موافق، وتعالى كده نعمل اغلاق ونختبر، يعني نعمل انشاء للجدول ده تاني، او نروح للمواد نختار المادة دي بس، او حتى عشان يعني نبقى برضو عرضنا شيء من المهارات. يعني ادي العرب اهو، هروح هنا واعمل اختبار، هيختبر العربي فقط. اوكي، شوف هنا كده، شايف الحصة دي؟ طبعا هنا يوم الاحد، ادي فترة زوجية، فترة زوجية، وهنا ايه الفسحة ما قطعتش الفترات الزوجية. هنا يوم الاثنين، ادي فترة زوجية، فترة زوجية، والرابعة والخامسة حط فيهم فترة زوجية. تمام، هنا الفسحة برضو ما قطعتش يوم الثلاث الفترة دي. طب يوم الاربع، ادي فترة زوجية للمعلم ده اللي بالاحمر، وفترة زوجية للمعلم ده اللي هو بالاخضر ده، ونفس الكلام يوم الخميس اهو، يبقى الفسحة هنا هتقطع. طيب تعال نشوف المعلمين بتوع العربي دولت، نروح كده للمعلمون واختار ده، واشوف اهوت الفسحة قطعت الفترة الزوجية دي. طيب اللي بعده، الفسحة قطعت الفترة الزوجية دي، ودي كمان. ماشي، اللي بعده، الفسحة قطعت الفترة الزوجية دي، طبعا واضح، ودي كمان. ماشي، ها نشوف كمان واحد، خلاص كده انجليزي ده احنا اصلا ما عملناش اختبار، دول مدرسين العرب. تمام، طيب تعالى نعمل تراجع في الخطوة دي ازاي. تعالى نروح تاني للمواد، واروح على العربي اللي انا عدلت فيه ده، واروح على القيود والغي الشيك ده. يعني لما اشيل الشيك بوكس من هنا، اشيل ده، بقول له يمكن ان يتخلل الحصص المزدوجة فترة راحة، يعني الفسحة ما تخليهاش تقطع الفسحة، لان انا شلت الشيك اهو ابيض، يعني مش موافق على الاقتراح ده، واقول له موافق، وبعدين اغلاق، واروح برضو على الثلاث معلمين دولت. تعالى كده نحدثهم كده بشيفت الاول والاخير، وانا ضغط على شيفت من لوحة المفاتيح، وبعدين كليك يمين واعمل اختبار، كده هيعمل لي جدول للثلاثة دول بس. ماشي، الجدول مبدئي كده، ماشي، اعمل انشاء. بص كده لفترة الراحة اللي هي بين الرابعة والخمسة، هنا لم تقطع الحصص المزدوجة، هنا لم تقطع الحصص المزدوجة، هنا طبعا ما فيش، هنا لم تقطع الحصص المزدوجة، هنا لم تقطع الحصص المزدوجة. ماشي، يبقى يعني وصلنا كده للإجابة عن السؤال حسب فهمنا للسؤال، يعني بأبسط طريقة وبأسرع أسلوب. ما تنساش تشترك في القناة وتتابع الفيديوهات وتنشر الفيديوهات قدر استطاعتك، لأن ده يعني دعما لنا، وجزاكم الله خيرا. كنت معكم إبراهيم محمود مرسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.